المغاربة مطلعينها بالكراغلة بسبب فرض التأشيرة، باش تعرف أن الجزائر دولة الهدف ديالها وداكشي اللي كتبلاني واللي كتخطط وكذا غير ضد المغرب، ما مركزاش على راسها كاع باش أنها تخلق فرص شغل وأنها تطور بلادها وأنها تزيد لقدام. ما كيهمهاش، اللي كيهمها نشوفوا الحل أننا ننقصوا المغرب، نفرضوا التأشيرة، نسدوا الحدود، نديروا الشبيك في ديك الحدود فاش كيتشوفوا، نشوفوا أن المغاربة نديروا لهم شي حاجة، نمشيو نديروا صفحات مغربية باش بدنا نضرب سميتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أجي نشوفوا هادشي كامل أول فيديو. الخوت شحال هادي كنا كنعرفوا غير فيزا شينيغن، هادي معروفه، ولكن دابا ولات فيزا واحده اخرى هي فيزا كريغلن. هادي خاص تكون عندك الا بغيتي تمشي عند الكراغله، فيزا كريغلن. بغيت نعرف دابا غير شكون اللي غادي يمشي دابا يشد الفيزا يدفع الفيزا ديال الجزائر. شوف اذا شفنا من جهه ديال دوك العائلات اللي تقسموا على جوج، راه ذنوبكم على الجزائريين، هما اللي سدوا الحدود، هما اللي فرضوا دابا التاشيره، هما اللي ما كيخلوش المغاربه يدخلوا، اما حنا اللي بغى يدخل. انتم العائله اللي مقسومه على جوج، داك النص اللي عندكم في الجزائر يدير تونس المغرب ويجي يعيش مع النص الاخر هنا، خليوه كرغوليا. واش هذيك بلاد يعيش فيها الواحد بيناتنا؟ واش هذيك بلاد يعيش فيها الواحد؟ الله يهديكم. دوزوا الفيديو اخر. الايراني قالوا كلمه واحده اللي هي المقابلة اللي راح تكون نارية. ما شوفوا زال كيفاش راح يتعامل مع هذه المقابلة. إذا تعامل معها بجدية بدون شك المنتخب الإيراني راح يفوز، راح يتأهل للدور الثاني، وهذا ما نتمناه للمنتخب هذايا. هذا ما نتمناه للمنتخب هذايا، كانوا كيتمناو تفوز علينا إيران بسخط الوالدين. المنتخب هذايا مجموعة المغرب، ها المغرب كلهم هما راهم يلعبوا هما في كأس العالم ما شاء الله عليهم، وحنا كلنا دقيق. انا مع دقيق، شوف انا ما تجيش تدخلوا دقيق احسن مدرب ديال كره قدم الصالات. سير اون سي جامي طاح له مسكين هذه المشاكل ديال الاصابات وكذا، منا الله غير. الاعلام الجزائري دقيق واخا يخرج في الدور الاولى الاخوان، دقيق صاحبي راه احسن مدرب افريقي، احسن مدرب شوفنا افريقيا الدماغ اش قال، احسن مدرب في العالم في الفوتسال، راه دا جائزه احسن مدرب. تجي انت راسك مربع تنتقد، ولا علاش دخل هذا، علاش خرج هذا، علاش ما الله يهديكم، خليو السيد يخدم. ندوزو الفيديو اخر. طنطون تبون فيزا سيل فو بلي، فيزا سيل فو بلي، طنطون تبون ماروك او نو فيزا سيل فو بلي، طنطون تبون ماروك الكتريسيتي نو فيزا سيل فو بلي، طنطون تبون غاز ماروك نو فيزا سيل فو بلي، طونطون تبون. داك هادشي اللي قلتي راه هما اللي ما عندهمش، ما حنا راه كاين. هذا هو المساج اللي بغى يوصل، عارف انا غير قلت لك زعما ترافاي نو فيزا سيل فو بلي، طونطون تبون فيزا سيل فو بلي، فيزا سيل فو بلي. والله الا ضربوا الله اللي مشى يدفع الفيزا ديال كرغوليا، والله الا ضربوا الله. مشينا ندفع الوراق وكذا باش نمشي للجوع والنوع والطوابير والعطش والجفاف، وبنادم موسخ، بنادم مكلخ، والكلام النبي في الزناق، حتى شي حاجه كنفكر زعما غير حاجه واحد تقول لي واه ماشي مشكل راه عندهم هذا الشيء زوين، ما كاينش. دوزوا الفيديو. المهم هو اتمنى من جميع المتابعين واي شخص شاف هذا الفيديو على انه يعمم هذا التحذير تفضل في كل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، اللي عنده شي صفحه، اللي عنده شي قناه، اللي عنده شي حساب في تويتر، في تيك توك، في الانستغرام، في الفيسبوك، كل الحسابات يعمموا هذا التحذير. تحذير مهم جدا ومعلومات خطيره جدا وامور خطيره جدا تحاك ضد المغرب. خلال الساعات القليله الماضيه، خلال 48 ساعه الماضيه على وجه التحديد، ظهرت صفحات جزائريه في الاصل، سواء هي صفحات جزائريه ويدعون على انهم مغاربه، أو صفحات في الأصل كانت مغربية والأصحاب ديالها باعوها للجزائريين، سواء بحسنية أو بدون حسنية باعوها للجزائريين. هذا الصفحات حاليا شنو كدير متابعينا الكرام؟ هذا الصفحات حاليا، وهذه مسألة خطيرة جدا وتستدعي الانتباه والوعي التام، هذا الصفحات حاليا تقوم بنشر وتحرض على القيام بأعمال عنف في المغرب، أولا عن طريق استهداف عناصر الشرطة المغربية،
بالأسلحة البيضاء. ثانيا هاد لي باج، هاد لي باج دابا راه لاحظتي انا ماشي غير في لي باج، في لي كونط كيدخلوا بلي كونط ويقول لك انا كيسبقك انا مغربي عاد كيتيري فيك انا مغربي انت ما كتمثلناش انت. اسيدي ما كنمثلكش انا، عارفك انت كرغولي وانا ما كنمثل حتى شي، انا كنعطي الراي ديالي، عجبك خذو ما عجبكش حطو سالينا. كيدخلوا بكونطات مغاربه باش انهم يفرانيوك، ولكن نهايتها الكراغله السلاح ديالكم فازك، عرفتي السلاح فازك صبات عليه الشتا. يهديكم ربي. ندوزو لفيديو اخر. قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج غير المغاربة لا جزروها، المغاربة اللي مقصحينه أن الجزائر وإحنا ما كندخلوش تحت، ما كيدخل عندكم، ما كيدخل عندكم غير الحرفيين، ما عندكمش اللي يخدم القبص، ما عندكمش اللي يخدم لافايوس، ما عندكمش اللي يخدم دابا إلا ما دخلوش هذوك صافي تزيد نيت كل شيء قهوي، يزيد كل شيء بالقهوي. التي لا طالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية. فين عارفين أنتم الإنسانية؟ فين الروابط يا الكراغلة يا الجوع النوع؟ دوزوا الفيديو آخر. كل شيء قهوي. عندك أخويا عندك. شو تدي ديك العمارة؟ مايلة. عندك بيش كيداير أخويا. شو الطبس كيداير؟ عندك بيش كيداير عندك. أو دا باقي لهجة. شو الطبس؟ لا حول ولا قوة، كل شيء قهوي عندهم كما قال طهاري، كل شيء قهوي. دوزوا الفيديو آخر. دوزوا الفيديو آخر. وايلي ها هو، ندوزوا الفيديو آخر. سمع جميع واحد يهضر هضرة ولا يبغي ينتقد ولا يبغي يمد الرأي تاعه، من حقه من حقه، تدوه للحبس عيب، ماشي كيما هاك، ماشي هذه هي الديمقراطية، ماشي هذه هي الشفافية. شحال من واحد انجونوم هضر هضرة في مواقع التواصل الاجتماعي، من حقه من حقه من حقه، بلاده هذه ومن ما ننتقدوش حنايا بلادنا، شكون اللي غادي ينتقدها؟ اتفق معك. مين ما نحاموش حنا على بلادنا الوقت اللي تسحقنا، شكون اللي غادي يحامي عليها؟ بصح هاد الطبيعة الجديدة هذه غادي تولد شرارة وغادي تمط انطباع سيء للشباب الجزائري وخصيصا الجيل اللي راه صاعد، ماشي كيما هكا الديمقراطيه. فين عارف عمي تبون شي ديمقراطيه؟ هو اللي هضر عليك كيعتقلوا في الفجر. عندها كيكي جور واحد في عمرها 20 طون انتقد برك، ديفوت يدير فيديوهات من حقه كاع، اديتوه تخلعوا دارهم وتغبنوا امه وتشوكوه، هما مسكين تشوكوه، غادي تردوه عدو بطريقه غير مباشره، غادي تردوه عدو لبلاده. مانيش عارف شكون اللي راه عاطيكم الامر راكم ديروا هاد التصرفات هذه. اجدادنا حاربوا على جل هذه البلاد باش نعيشوا فيها احرار وباش يكون عندنا راي وباش نعبروا عن الشعور تاعنا تجاه بلادنا. فين هي البلاد عندكم؟ خرجوا طلبوا بحقكم يا جزائريين، خرجوا طلبوا بحقكم. دوزوا الفيديو اخر. سي المغاربه ضعنا، الجزائر كتفرغ على الفيزا وهي قاعديه الله عافيو ما فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. موسيقى هذه تضربني تزبرني. دوزوا الفيديو آخر. كان يبقى غير الرجل الجزائري فوق الأرض ما تزوجش به. شوفوا معي الفيديو هذا. الكراغلة الجزائريين، هذه الجزائرية هذه اللي كتهضر، قالت لك يبقى غير الجزائري في الكرة الأرضية ما تزوجش. كان يبقى غير الرجل الجزائري فوق الأرض ما تزوجش به. شوفوا معي الفيديو هذا. يا مرجل مازال ما بانوا لناش. عندكم شال كراغلة فاش كتخرج وحدة من بلاد كتقول لك ما عندناش الرجال، راه ما قلت انا والو، راه هي اللي قالت، يعني سالات الحفلة عندهم. ها انت شوف عندهم هاد الماركة كثيرة في الجزائر، ياك عندهم هاد فين غادي نصنفو هادو؟ ما عرفتش كاش غادي نسميهم، عندهم بحال هادو كثار في الجزائر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخوان وصلنا لاخر هاد الفيديو، تحياتي لكم،
ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله، ديما مغرب من طنجة للقويرة. السلام.